أهلا بكم. ما دلالات قرار إنهاء بعثة الأمم المتحدة في العراق ينامي نهاية العام 2025 وترحيب الحكومة الحالية به، إذ يرسم مشهدا متناقضا حيث البلاد في أدنى حالاتها من بنى تحتية معدمة وسوء أحوال اقتصادية وفوضى أمنية وانتشار الفساد وحرمان النازحين من العودة إلى مناطقهم التي لا زالت مدمرة. هيئة علماء المسلمين في العراق أكدت أن قرار مجلس الأمن الدولي إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة بحجة أن البعثة قد حققت أهدافها هو محض أوهام تخالف الواقع المرير الذي يعانيه الشعب العراقي. مشاهدينا الكرام، نضع تحت الضوء هذه القضية وما هي دور بعثة الأمم المتحدة في العراق ينامي، ولماذا تقرر إنهاء عملها، وماذا استفاد العراقيون من وجودها منذ احتلال العراق وحتى الآن. سيكون معي في هذه الحلقة دكتور أيمن العاني، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين. مرحبا بك دكتور أيمن. حياك الله الكريم وتحية للمشاهدين الكرام. حياكم، وأيضا أرحب بالأستاذ أحمد العلواني الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا بك، حياك الله. حيا مشاهدين. إذن مشاهدي الكرام، نتابع سويا هذا التقرير ثم نبدأ الحوار، كونوا معنا. قرار إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة في العراق ينامي نهاية 2025 وترحيب الحكومة الحالية به يرسم مشهدا متناقضا، فسوء الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد قد يبقي ينامي لسنوات أخرى، فيما سيواصل مجلس الأمن الدولي مراقبة الأوضاع في العراق وفقاً لنائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، وهذا يبدد مزاعم الحكومة الحالية أن الإنهاء يأتي بناءً على ما يشهده العراق من استقرار سياسي وأمني. هيئة علماء المسلمين في العراق أكدت أن قرار مجلس الأمن الدولي إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة بحجة أن البعثة قد حققت أهدافها هو محض أوهام تخالف الواقع المرير الذي يعانيه الشعب العراقي. الهيئة أوضحت أن الادعاءات الحكومية بوجود استقرار سياسي وأمني يتناقض مع التأكيدات الأممية بانتشار الفساد وخطورة الوضع الأمني، لا سيما في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات، ما حرم النازحين من العودة إلى مناطقهم التي هجروا منها، وأن وهم العدالة الاجتماعية لم يتحقق إلى يومنا هذا ولن يتحقق، فالإبادة الجماعية التي يتعرض لها المدنيون وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مستمرة. الإحاطة الأخيرة للبعثة الأممية في العراق أمام مجلس الأمن لم تستطع تجنب ذكر ما يتعارض تماماً مع ما تضمنه قرار المجلس الأخير، لكنها اعترفت مضطرة بأن مؤسسات الدولة في العراق لا تزال هشة وتنتشر فيها آفات الفساد والفئوية والإفلات من العقاب والتدخل غير القانوني، كما أقرت بوجود جهات مسلحة تعمل خارج إطار الدولة ووجود تهميش وإقصاء يطال فئات معينة من الشعب. عدم وجود حالة من الاستقرار في العراق يعكس فساد الحكومات المتعاقبة وانهيار المؤسسات التشريعية والقضائية الخاضعة بشكل كامل للميليشيات التابعة لإيران، ما ينذر بمستقبل مجهول للعراقيين. أبدأ معك أستاذ أحمد العلواني الكاتب والباحث السياسي. قبل أن نتحدث عن دلالات قرار مجلس الأمن إنهاء دور بعثة الأمم المتحدة في العراق، لنتحدث عن هذه الأهداف التي تحدث مجلس الأمن وقال أنها تحققت، يعني ما هي أهداف بعثة الأمم المتحدة ينامي في العراق؟ في البدء السلام عليكم، تحية طيبة لحضرتك ولجميع مشاهديكم ولضيفك الكريم. السيد الكريم، يعني بعثة اليونامي اللي هي بعثة الأمم المتحدة في العراق تشكلت
وفق قرار مجلس أمن دولي 1500 في شهر حزيران 2003، ثم توسع عملها في 2007، أنيطت لها مهام داخل العراق من عندها الدعم والإشراف على عدة ملفات مهمة، يعني ملفات حتى قبل يعني قضية النزوح وقضايا كثيرة، منها الإشراف على صياغة أو تعديل الدستور، من عندها الإشراف على الإصلاح القضائي، الإشراف على الإصلاح المالي، دعم جميع يعني وحدات المجتمع ودعم الإصلاح داخل المجتمع. كل هذه الملفات يعني أخفقت فيها، يعني بعثة اليونامي في العراق هي بعثة جاءت لخدمة مصالح نظام سياسي وليس لخدمة المواطن العراقي. فشلت بعثة اليونامي في كثير من الملفات، ملفات النازحين، ملفات حقوق الإنسان، المعتقلين، المغيبين، كل هاي ملفات. حتى كان يعني إحاطة بلسخار كانت دائما مسؤولة بعثة اليونان في العراق، كانت دائما في مجلس الأمن إحاطة يعني مضللة للحقيقة وللواقع. لذلك هي بعثة أرسلت للعراق، مهمتها الإشراف، مهمتها الدعم والإسناد للنظام السياسي وإشراف على عمل مؤسسات الدولة العراقية وكتابة تقارير يجب أن تكون حيادية. لكن نعم أستاذ أحمد، إذن ابقى معي لو سمحت، هناك خلل بالاتصال، سوف نعود إليكم سيد أحمد. ورحب بالدكتور أيمن العاني، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين. دكتور أيمن، يعني هذه البعثة في العراق وصفتم دورها بوصف معين، مجلس الأمن يتحدث عن أنها حققت أهدافها، يا ترى ما هي أهداف البعثة؟ هل أهداف البعثة وجود المعتقلات ووجود الميليشيات ووجود الفساد ودوام استمرار معاناة الشعب العراقي وقمع ثوراته السلمية؟ يعني نريد أن نفهم أهداف هذه البعثة التي تحققت، يعني وذكر موضوع الاستقرار الأمني والسياسي كمبرر لإنهاء دور البعثة أو عمل البعثة في نهاية عام 2025. ما حقيقة هذه الأهداف التي تحققت؟ تحية لك أخي الكريم وللضيف العزيز ولجميع المشاهدين. في الحقيقة مسألة البعثة الأممية هي طبعا تشكلت كما ذكر الضيف طبعا بقرار ليس عراقيا، ولم يكن ولا دخل للعراق به، لا من قريب ولا من بعيد، فهي ابتداء فرضت من قبل المحتل ومن جاء مع المحتل. لذلك حقيقة الأمر هنالك أهداف معلنة لهذه البعثة الأممية على يعني طوال أكثر من 20 عاما. هنالك أهداف معلنة معروفة متعلقة بالمصالحة الوطنية بين قوسين وإجراء الانتخابات والإصلاح الأمني والإصلاح المالي وما إلى ذلك، لكن هنالك حقيقة الأمر الدور الرئيس الذي يعني لعبته هذه البعثة على مدى المدة الماضية منذ 2003 وحتى اليوم هو جعل جريمة الاحتلال جريمة ممتدة تكرس حالة الاحتلال. طبعا يعني خذلت الشعب العراقي بالنتيجة في أكثر من 100 موضع، يعني هنالك الكثير من المواقف التي خذلت فيها الشعب العراقي، يعني ليس بعيدا في تظاهرات تشرين، وكيف كان موقف هذه البعثة من تظاهرات تشرين والمخرجات الأخرى. فإذا هي يعني في وفق من جاء بها وهو المحتل، وطبعا تسيطر الولايات المتحدة على منظمة الأمم المتحدة بشكل كبير، وبالنتيجة هؤلاء يعني لا يتعدوا موظفون، يعني كونهم موظفين في لدى المحتل.
ويشكلون إرادته ويترجمون رغبات هذا المحتل وما يفرضه على الشعب العراقي. الكثير الكثير حقيقة من المواقف اليوم، يعني حتى هذه الإحاطة الأخيرة في بلاسقات التي تضمنت يعني مواقف تأتي بالنقيض تماما عن قرار مجلس الأمن في إنهاء عمل البعثة في نهاية 2025. مع ذلك اعترفت أيضا أن مؤسسات الدولة في العراق ما تزال هشة وتنتشر فيها الفساد والفئوية والمحسوبية والإفلات من العقاب والتدخل غير القانوني، كل هذه الأمور لم تنكرها. إذا أخي هذه يعني ودور البعثة الأممية كبير في هذه المخرجات على طوال السنين العشرين الماضية. إذا لعلنا لعل الأقرب للوصف أن هذه هي الأهداف الموجودة الآن في العراق بالضبط تحققت، وبالتالي خلص انتهى يعني دور هذه البعثة بنهاية عام 25. وكل الإحاطات التي تقدمت من بعثة الأمم المتحدة على اختلاف من كان على رأسها، كل الإحاطات جاءت لتشويه الحقيقة، جاءت لإخفاء الكثير الكثير مما يجري على الأرض. وإذا اعترفت فتعترف مضطرة في بعض الأمور التي تأتي وتقلل من أهميتها كي لا تعطي انطباعا أنه يعني وكأنما العراق دولة ذات سيادة ودولة نحو التطور والتقدم، ومن يعني يطلع على الإحاطات يعني كأنما هي تتحدث عن بلد آخر نعم. وليس عن العراق. طيب وهذا طبعا حقيقة يعني ينسحب على جميع المواقف، وهو الدور الرئيس الذي لعبته. وأعود وأكرر أن المخرجات ولا سيما في مجال حقوق الإنسان والانتهاكات العظيمة والفساد المتجذر، هذا كله حقيقة كان يعني على أقل تقدير كانت هذه البعثات هي شاهد زور على ما يحدث في العراق من مآسي وكوارث على الصعيد كافة. نعم، ابقوا معي دكتور ايمن. استاذ احمد العلواني، مجلس الامن لهذا يعني هذا المجلس الذي يتحدث دائما عن ان اهداف البعثه قد تحققت، طبعا احتل العراق ودمر وقتل ابنائه وهجر الملايين وضربت قرارات مجلس الامن او المجلس الامن بمجمله ضرب عرض الحائط من قبل الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا، ولكن دائما ما يستخدم مجلس الأمن كمرجعية في أحيان ويستخدم كأنه كمبرر لتمرير قرارات معينة تخدم مصالح دولية وخاصة تخدم مصالح أمريكية. مجلس الأمن معروف عنه أنه عاقب الشعب العراقي 13 عاما بحصار اقتصادي قتل فيه أكثر من 2 مليون طفل عراقي. يعني مجلس الأمن هذا كمرجعية دولية ألا يمثل يعني المصدر الأول في قتل الشعب العراقي وتجويع الشعب العراقي وتشريد العراقيين خارج العراق وداخل العراق من خلال الحروب، من خلال ما جرى للشعب العراقي من إبادة على يد الاحتلال الأمريكي وعلى يد النفوذ الإيراني؟ ما موقع مجلس الأمن بالنسبة للعراقيين؟ كيف ينظرون، كيف يستذكرون مآثر مجلس الأمن ومواقف مجلس الأمن؟ سيد الكريم، مجلس الأمن الدولي يعني بعثة الأمم المتحدة أو ما يسمى بعثة يونامي هو لشرعنة الاحتلال الأمريكي حقيقة. يعني هذا جانب سياسي لا يمكن إخفاله بالنسبة للسياسيين العراقيين جميعاً بهذا الموضوع. يعني أمريكا احتلت العراق وفق تحالف دولي ودمرت العراق بحجة يمتلك أسلحة دمار شامل ويدعم الإرهاب. بعد الاحتلال اعترفت أمريكا أنه العراق خالي من أسلحة الدمار الشامل، ولذلك أوفد مجلس الأمن الدولي هي بعثة لأنه تشكيل نظام جديد، وتغيرت أهداف الحملة بالكامل وأصبحت أنه لدعم الحرية ودعم الديمقراطية. طبعا هاي كلها شعارات
هي شعارات سياسية يعني مرفوعة، لكن هي بالحقيقة هي لاحتلال العراق والسيطرة على موارده والسيطرة على موقعه والسيطرة على الشعب العراقي. حتى مارس مجلس الأمن الدولي كثير من الأمور هي كانت تدمر المجتمع العراقي. من عدها اليوم بعثة اليونامي جميع عناصرها متورطين بالفساد، يعني حسب صحيفة، يعني تقرير كبير جدا وعميق لصحيفة ذا جارديان البريطانية، غير انه عندنا التقارير المحلية حول شخصيات قيادية داخل بعثة اليونامي اليوم تتلقى اموال وتتلقى رشوة وكمشنات، غير انه بعثة اليونامي اليوم تدعم الارهاب بالعراق. سيد الكريم، هاي قضية جدا أساسية، احنا بدنا نشوف تقاريرها التي ترفع تقارير مضللة، غير انه تعمل ورش عمل مشتركة للميليشيات، يعني احنا شفنا انه تقارير تشير الى انه الميليشيات هي تحولت من الجانب العسكري الى الجانب المدني، وهذا غير صحيح. كنا نرفع تقارير كثيرة حول حقوق الإنسان، تعرف يعني هو هنا النقطة الأساسية اللي العراقيين أهلنا ما مطلعين عليها. يعني احنا بالخارج نريد نقيم دعوة مثلا، أو أريد ندول موضوع معين، مثلا موضوع المغيبين أو موضوع النازحين. بعثة مجلس الأمن الدولي يقول أنتم عندكم بعثة يونامي، ما تستطيعون تقيمون أي دعوة، فقط تكتبون تقارير. وبعثنا تقارير عن طريق مكاتب محاماة استشارية، ردنا ندول الموضوع لأن عندنا مقابر جماعية. يعني شوف المقابر الجماعية أشرفت عليها بلسخات وفتحتها بالنسبة للأيزيديين في الموصل، وتمت إدانة داعش بتقرير عن طريق مجلس الامن الدولي رفعته بلس خارت، لكن لم تتم ادانه الميليشيات، لم تفتح المقابر الجماعيه في الفلوجه والرمادي والموصل، عندنا مقابر جماعيه مشخصه، حتى عندنا احداثياتها ورفعنا تقارير بهذا الموضوع، لكن ماكو اي استجابه. لذلك مجلس الامن الدولي موقفه سلبي داخل العراق. بالعكس انا اشوف انه اليوم انسحاب بعثه اليونامي راح تكون عندنا فرصه كبيره، يعني حتى نتحرك حتى ندول قضايا مهمه جدا. بعثة اليونامي كانت هي تشكل حاجز ما بين العراقيين الذين يريدون الحصول على حقوقهم بشكل قانوني وسليم، وما بين انه مجلس الامن الدولي، وكانت دائما داعمه للجانب الحكومي. اليوم اخفقت بلس خارج لاعاده النازحين، عندنا نازحين داخل وخارج العراق، في سوريا، عندنا نازحين في كردستان. اليوم بلس خارج غضت النظر عن جرائم الميليشيات، قرار مجلس أمن دولي هو تفكيك الميليشيات بالعراق وتشرف عليه بعثة اليونان، هذا القرار لم يتحقق. كثير من القرارات هي لم تتحقق، لذلك موقف سلبي. مجلس الأمن الدولي حاصر العراق وساهم بشرعنة الاحتلال العراق، وإلى اليوم هو يدعم حكومة نقدر نقول نسميها حكومة أحزاب تنتمي إلى عصابات. إحنا اليوم كل هاي الأحزاب حتى خارج الدستور، مهمة بلسخاف ومهمة بعثة اليونامي هو الإشراف على عمل مؤسسات الدولة وفق الدستور. إحنا اليوم وفق المادة التاسعة عندنا كل الأحزاب عندها ميليشيات، جماعات مسلحة، وهذا مخالف للمادة التاسعة. حتى قانون هيئة الحشد الشعبي بمخالفة، يعني اليوم اللي ينتمي إلى هيئة الحشد الشعبي يجب عليها أن يفك ارتباطه بالوزارات والأحزاب، هيئة مستقلة. لكن هذا ما شفناه في تقارير مجلس الأمن الدولي، كل اللي شفناه هو تضليل انه العراق بلد مستقر، وانه العراق ده يحقق انجازات، ده يحقق يعني على الصعيد الاجتماعي وعلى الصعيد الامني والسياسي، ولكن هذا غير حقيقي. يعني اليوم الفساد المالي والفساد الاداري، اليوم لحد الان نحن عندنا بلد يعني ما يستطيع يقر ميزانيته، هذه هي الحقيقه، لكن هذا ما شفناه في تقارير، لان يعني التقارير هي كلها داعمه وكلها يعني نقدر نقول ضمن السياق الامريكي صراحه. يعني اليوم عمل بعثه اليونامي خرجه عن ما مناط بها، بلسخات شفناها يعني تروج حتى للانتخاب، ذهبت الى ايران للتفاوض، ذهبت الى احزاب اجتمعت بنا، يعني حتى انا كان عندي واحد من الاجتماعات مع بلسخات استاذ احمد حول انه تعال شاركوا بالعمليه. من هذه النقطه اسمح لي ان انتقل بسؤال الدكتور ايمن العاني لنفهم حقيقه العلاقه ما بين بعثه الامم المتحده يونامي وايران، يعني على مدى السنين التي مضت، إذا كان دور هذه البعثة الإشراف على مؤسسات الدولة، فما هي النقطة التي ممكن أن تكون هناك فيها علاقة إيجابية قوية على ما بين هذه البعثة وما بين النفوذ الإيراني الآخذ في الازدياد؟
أخي الكريم، يعني كما ذكرت أن هذه البعثة هي دورها تكريس حالة الاحتلال وجعل هذه الجريمة جريمة ممتدة، ولا يعني وتغليف هذا الأمر لحماية والتبرير لأدوات الاحتلال، ومن هذا الاحتلال طبعا هو الاحتلال الإيراني. تحديدا إيران، ما الذي استفادته من وجود هذه البعثة؟ أخي، تمرر لها كثير من المخططات كما ذكرت، تبرر للفاعلين على الأرض واللي هم طبعا يتبعون إيران بشكل أو بآخر، بشكل مباشر واضح معلن أو بشكل يعني مبطن، لكن بالنتيجة هي تبرر لهذه الأدوات، وهؤلاء هم كلهم أدوات للاحتلال، والمراد هو الإبقاء على حالة الفوضى واستمرار مسألة الفساد على بأنواعه الكثيرة وانتشار الإفلات من العقاب. اليوم يعني التدخلات الغير قانونية والتداخلات بين السلطات في العراق اليوم وهيمنة الميليشيات على القرار هنا وهناك في الساحة العراقية، هذا كله حقيقة من مخرجات دور بعثة يونامي في العراق، لأنه هي جاءت لمساعدة حكومات الاحتلال، للتبرير لحكومات الاحتلال، لتحسين صورة هذه الحكومات في الأروقة الدولية والأممية، والإحاطات تتضمن الكثير الكثير من ذلك، لكنها يعني غير آبهة وغير مهتمة، وبل يعني تنكل بالشعب العراقي بشكل أو بآخر، لأنه هذا هو المطلوب منها. وتحديدا فيما يخص مسألة إيران، هي طبعا تكرس حالة الهيمنة الإيرانية التي تتعدى مسألة الهيمنة إلى الاحتلال، والنفوذ الإيراني المتمدد، والبلد مكشوف أمام الأذرع الإيرانية. لماذا دائما ما يروج لموضوع الاستقرار السياسي في العراق؟ هو أخي يعني المفهوم، وهذا المفهوم هو مطلوب، يعني أنه الحالة مختلفة تماما عن ذلك، هنالك تناحرات وصراعات و تداخلات في هذا الأمر، لكن المطلوب أن يقال أن هنالك استقرارا سياسيا يجري في العراق ومتطور إلى حالة معينة، وسيفضي إلى يعني حالة ديمقراطية بشكل أوضح وبملامح يعني لا يختلف عليها اثنان، لكن هو المطلوب منها من البعثة الأممية أن تشارك في التسويق لهذا الأمر، ويعني خلينا نحكي يعني المسألة الإعلامية مهمة جدا هنا، لأنه كل ما تحدثت به أو كل ما جاء بقرار مجلس الأمن بما يتعلق بإنهاء دور هذه البعثة، هو لا يمت بصلة للواقع العراقي المرير الذي يعيشه أبناء الشعب العراقي. هل تتوقع أن الأمر ليس مرتبط يعني بالداخل العراقي وتحقيق الأهداف الأمريكية داخل العراق، وخاصة أنه تم يعني ربط الأمر بتاريخ عام 2000 أو نهاية عام 2025؟ هل هذا الأمر بعيد عما يجري في المنطقة إقليمياً؟ لا شك أخي أن هنالك يعني ترابط، وترابط كبير، وحتى البعثات الأممية في الدول المجاورة، يعني سواء في سوريا أو في اليمن أو في ليبيا، الأدوار مريبة، المواقف يعني لا تخطئها العين أنها بالخلاف أو تخالف المصالح الوطنية المحلية،
ولا تتمتع بأي مسألة حماية للثروات والمقدرات لتلك الدول، بالعكس هي تعمل على كما ذكرت تكريس حالة الاحتلال وجعل جريمة الاحتلال ممتدة والتسويغ لهذا الاحتلال وتبريره وتحسين صورته. طبعا الاحتلال وأذرع مثل الحكومات التي جاء بها، والمشكلة الأساسية في العراق لم تتطرق لها البعثة الأممية منذ 2003 وحتى اليوم. ممكن تتطرق لهذه المشكلة في الأروقة المغلقة، لكن في الحقيقة في الإحاطات فيما يعلن كأنما هنالك يعني النظام السياسي القائم في العراق هو نظام ديمقراطي ونظام يعمل على وفق الدستور ونظام والانتخاب، يعني لا الانتخابات معترف فيها وباعتراف من شارك فيها، ولا الدستور تم احترامه أو تم تنفيذه بشكل أو بآخر، نعم ولا هي هنالك أصلا ديمقراطية في ظل هذا الذي يعيشه الشعب العراقي من فقر مدقع وأمية وجهل وحرمان من أبسط الحقوق، لا خدمات أساسية، لا خدمات صحية، لا قطاع تعليم يعني يذكر حقيقة، كله في تراجع وتراجع كبير، فضلا عن انتشار المخدرات والتجارة المنظمة وتجارة البشر وتجارة الأعضاء. هذا كله حقيقة، كل هذا الأمر لم تتطرق له البعثة الأممية. لماذا؟ لأن هذا يعني يعكس صورة غير التي يراد للعراق أن يظهر أمام العالم. وتعلم جنابك أنه يعني كما ذكر الضيف، حتى في حال يريد أحد أن يقدم شكوى أو خلافه يقال له أنه في الأمم في العراق هنالك بعثة أممية لمساعدة العراق. وفي الحقيقة حتى إذا تم إنهاء دور هذه البعثة فهناك مكاتب أممية يعني يناط لها هذا الدور وستقوم بهذا الدور، والمشكلة من سيء إلى أسوأ، والوضع القاتم الذي يعني غير المسبوق الذي يعيشه العراق في ظل هذه الحكومات الفاشلة والفاسدة والمجرمة حقيقة، يعني هذا يدلل على أنه دور البعثة الأممية كان دورا خبيثا، كان دورا يعني ليس له علاقة بالشعب العراقي لا من قريب ولا من بعيد. نعم دكتور، ابقى معي لو سمحت. أستاذ أحمد العلواني، بالعودة إليك مرة أخرى، لماذا اختير هذا التوقيت لإنهاء دور بعثة الأمم المتحدة في العراق؟ طبعا بالأخذ بنظر الاعتبار الكثير ممن وصف هذه البعثة ودور هذه البعثة أنه لا وجود لنظام المحاصصة، لا وجود للنظام السياسي الذي جاء بعد الاحتلال إلا وكان مقرونا بوجود هذه البعثة. إذن فلماذا اختير هذا التاريخ من باب أولى أن يتم اختيار إنهاء النظام السياسي القائم على المحاصصة في نهاية عام 25؟ سيد الكريم، احنا أمام مرحلة جديدة، يعني مرحلة تعرف أنت متغيرات المنطقة ومتغيرات العالم. اليوم هنالك خلاف كبير أمريكي إيراني داخل العراق، نقدر نقول أنه حتى هو يعني طلب الحكومة العراقية بإنهاء بعثة اليونامي هو خلفه مطلب إيراني بهذا الموضوع، أو اللي هو إنهاء التواجد الأجنبي بالعراق. يعني اليوم نعرف أنه الأحزاب المرتبطة بإيران، الأحزاب التي لديها أذرع سواء مسلحة أو جناح سياسي، اليوم تطالب بإنهاء التواجد الأجنبي بالعراق ومن ضمنها بعثة اليونامي، فهو مطلب إيراني. اليوم الضغط طبعا هو يعني أثناء تشريع القرار أنه يحق للحكومة العراقية الطلب بإنهاء بعثة اليونان. كان المقرر أن يعني هو طلب الحكومة العراقية أن ينتهي في شهر حزيران 2024، لكن تم التمديد إلى شهر كانون الأول 2025، هو للإشراف على الانتخابات. طبعا كما ما ورد في قرار مجلس الأمن الدولي اللي قبل 3 أيام، قرار
قرار 27/32 انه الاشراف على الانتخابات، الاشراف على ايضا الاصلاحات الماليه واصلاحات قضائيه. طبعا هذا المعلن، لكن هي الحقيقه هي الادوار. احنا امام مرحله جديده، الانتخابات القادمه في العراق سوف تكون يعني هنالك خلافات كبيره، سوف تكون هنالك خارطه سياسيه جديده، احتمال كبير ان ينهار هذا النظام. يعني النظام العراقي وصل الى مرحله انه تحكمه عصابات، تحكمه جماعات مسلحه، طبعا هذا باعتراف مراكز البحوث، باعتراف مراكز يعني الدراسات. ما هي المؤشرات على انهيار هذا النظام؟ على ما يعني على ما نعرف ان هذا النظام هو قائم على سلاح، وجود سلاح الميليشيات التي تحميه، ووجود المال الضخم من أموال العراق، يعني وجود الأموال، وجود السلاح، وجود الدعم الدولي، الدعم الأمريكي، الدعم البريطاني، وجود النفوذ الإيراني، وقمع أي ثورة سلمية عراقية تخرج. إذن ما هي التغييرات التي ممكن أن تحصل في المنطقة، وعلى إثرها ربما نشهد بعض الزعزعة للنظام السياسي في العراق، يعني من وجهة نظرك أستاذ؟ سيد الكريم، احنا عندنا تجارب يعني بالمنطقه، يعني بعثه اليونامي اكو مشابه لها، بعثه اليونامي دي اللي هي ارسلوها الى دارفور بعد ما انسحبت باشهر قليله، حدث هنالك صراع. اليوم نشوف الصراع في جنوب السودان وفي السودان بعد انسحاب بعثه اليونامي. العراق عندما احتل كانت هنالك مصالح دول من عندها امريكا وايران وبريطانيا، كانت هنالك متغيرات. احنا اليوم امام مرحله عالميه جديده، يعني خاصه بعد طوفان الاقصى كان هنالك، طبعا طوفان الاقصى هو نقطه محوريه مهمه جدا، يعني شبيه باحداث 11 من سبتمبر، شبيه احداث دخول تنظيم داعش، غيرت خرائط، غيرت سياسه بالمنطقه. احنا يعني نتوقع او قراءتنا للمشهد انه الوضع في العراق سوف يتغير. هذه الميليشيات اليوم تستعمل السلاح، انقلبت على الدولة، انقلبت على النظام السياسي الذي اليوم تشيد به الولايات المتحدة الأمريكية. العملية السياسية في العراق هي من صنع الولايات المتحدة الأمريكية. هنالك انقلاب اليوم نشوف، يعني حتى استهداف للشركات الأمريكية، يعني تدريجي، التصعيد تدريجي لإنهاء الجانب الأمريكي من قبل الجانب الإيراني. إيران اليوم تريد حصة أكبر، هنالك اتفاقيات سرية، يعني اتفاقيات ظهرت للعلن بالاونه الاخيره، انه اتفاق سري ما بين امريكا وما بين ايران على تقاسم النفوذ وتقاسم السلطه في العراق. طبعا وما تكلمت به ايران انه لو تكلم به ابطحي وتكلم به رفسنجاني، لولا طهران لما سقطت كابل وبغداد، حقيقه كان تصريح حقيقي. لكن هذه الشراكه سوف تنتهي. في العراق اليوم هنالك طرف يحمل السلاح، طرف يريد السيطرة، حتى الأحزاب بكل مكونات، الأحزاب الكردية والأحزاب السنية والشيعية ذهبت إلى إيران وقدمت الولاء والبيعة بالكامل. يعني اليوم الكرد عندما رأوا أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تحميهم ولا تستطيع حمايتهم ذهبوا إلى إيران. اليوم المكونات السنية ذهبت 3 وفود أعلنت البيعة والولاء إلى جانب إيران، هذا أزعج الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك انسحاب بعثة اليونان راح يكون له تأثيرات سياسية، راح تكون مواجهة مباشرة ما بين قرارات مجلس الأمن الدولي والحكومة العراقية. لكن على المدى البعيد، يعني نعرف إحنا الغرب اليوم من يتخذ هكذا قرارات يعني يحتاج مدة أطول لتنفيذ هذه القرارات. العراق هو مرهون بالتغيرات التي سوف تحدث في المنطقة، التغيرات كبيرة جدا تخص العراق وسوريا ولبنان، واحتمال كبير ان يذهب العراق الى يعني فوضى، وهذا هو الذي يريده، يعني صانع العمليه السياسيه في العراق يريد ان يبقى العراق ساحه صراع وساحه فوضى، لكن الفوضى سوف تكون اكبر. بالوقت الحالي قد نكون في استقرار سياسي، لكن المرحله القادمه نتوقع باحتمال كبير جدا ان تكون فوضى السلاح تنتشر في بغداد وتنتشر في مناطق اخرى، وانسحاب بعثة اليونامي هو أحد هذه المؤشرات. لذلك يقول هو طلب حكومة عراقية، لكن هو طلب ليس عراقي، وإنما الطلب هو إيراني ونفذته الأجندات السياسية العراقية. نعم أستاذ أحمد. دكتور أيمن العاني، نحن الآن أمام مرحلة جديدة ربما تغير خارطة المنطقة،
وما جرى من طوفان الأقصى وما يجري في العراق وهذه الأحداث ربما، ولكن إلى أي مدى تعتقد بأن التغيير في العراق سيحصل على غرار ما تحدث به الأستاذ أحمد العلواني؟ أخي الكريم، هو يعني الحقيقة من سيء إلى أسوأ الذي سيحدث. يعني هنالك حتى في تقريرها في إحاطتها الأخيرة تتحدث هنالك عن مؤسسات يعني هشة، مؤسسات حكومية هشة ينخرها الفساد والمحسوبية والفئوية وفوضى السلاح، وتتحدث عن أمور كثيرة سيئة حقيقة، وتصدر العراق لجميع المراكز السيئة السلبية وتأخره بشكل ملحوظ في جميع المراكز والمستويات الإيجابية. هذا حقيقة يعني أمر ممنهج يراد له أن يكون وكان في العراق. وفي الحقيقة اليوم يعني السلاح بيد الميليشيات، وهذا بحد ذاته فوضى، وهذا بحد ذاته فوضى. نعم، هذا اصلا ينسف مفهوم الدوله، يعني لا وينسف مفهوم الاحتكام الى القانون، وينسف مفهوم وجود امور منظمه وامور يمكن ان يعني ترتكز عليها، لانه لا ضابط ولا حاكم، ولا كل الامور تفرض من الخارج، املاءات ورغبات ايرانيه معروفه يجري تنفيذها في العراق. نعم، واليوم ايران حتى تجاوزت وحالة التقادم التي تحدثت عنها الهيئة منذ الأيام الأولى للاحتلال، حالة التقادم هذه الإيراني الأمريكي يعني المواقف التنسيقية، التنسيق في المواقف والتقاسم الكعكة كما يقولون. طيب دكتور، البعض وصف حالة التقادم الأمريكي الإيراني أن لها عدة أدوات للتحكم فيها، ومن ضمن هذه الأدوات هي وجود بعثة الأمم المتحدة يونامي في العراق. من وجهة نظركم، يعني ما هو الشكل الذي يراد أن يصل أو إيصال العراق إليه؟ العراق الآن يعيش في حالة فوضى السلاح المنفلت، والفوضى بالمعنى الكامل على جميع في جميع مفاصل الدولة وجميع الواقع العراقي، والمواطن العراقي يشهد ذلك. ما هو الشكل الذي يراد إيصال العراق إليه في كانون أول عام 2025؟ بالحقيقة أخي، فوضى السلاح هنا نقطة واحدة، يعني فوضى السلاح إذا نقف عندها، السلاح اليوم بيد الميليشيات، الميليشيات هذه تابعة لإيران بغض النظر، نحن لسنا طائفيين ولا نتحدث بلسان الطائفة، لكن هنالك ميليشيات شيعية تمتلك السلاح، وهنالك محافظات سنية كبيرة تعداد سكانها بالملايين لا يملكون سكين، وحتى مدمرة لم يتم بناؤها، وبنية تحتية مدمرة وخدمات مفقودة. طبعا هذا ينسحب على البلد كله، لكن يعني فما هو المطلوب؟ المطلوب إفراغ الساحة لهؤلاء لتنفيذ رغبات ومخططات خارجية إيرانية بشكل كبير، والمضي في مخططات التغيير الديموغرافي، والمضي في مخططات التطهير العرقي. يعني هذا الكلام خطير، يعني دكتور تتوقع أن يكون هناك المزيد من الاعتقالات والمزيد من القتل على يعني بدوافع طائفية، بحجة يعني لا وجود لضامن ولا وجود على الأقل يعني رقيب يكتب ويصف حالة ويصف بتقارير الوضع في العراق كدور بعثة الأمم المتحدة؟ يعني هو قراءة للواقع هذه. يعني احنا اليوم في العراق هنالك ملفات كبيرة بما يخص حقوق الإنسان، لدينا أعداد قتلى خارج القانون بمئات الآلاف ويتجاوز المليون، وقد يصل مليون ومئتي ألف قتيل في العراق منذ 2003 إلى اليوم. لدينا عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من المغيبين
والمختفين قسريا والذين لا يعلم مصيرهم ولا يعرف ذووهم مصير، يعني أي خبر عنهم لدينا في السجون، في السجون معتقلون يعني أشبه يعني بالمختفين قسريا، معزولون عن العالم، خاضعون لقتل بطيء مفضي إلى الموت المحقق. يعني اليوم في صعيد الخدمات، في صعيد التعليم، في صعيد الصحة، في كل الصعد، يعني مآسي وكوارث يعيش، لكن يعني جرى تغييب الشعب العراقي وإلهائه في أمور ومشاكل كي لا يعني يلتفت إلى واقعه المرير حقيقة، وكي يقوم القائمون على البلد اليوم في استمرار بنهبه وتجيير، ويعني كل مقدرات البلد اليوم هي إلى خارج البلد، يعني كلها على مستوى الثروات، مستوى الإمكانات، مستوى حتى الثقل، يعني إن وجد حتى الثقل الدبلوماسي يجير إلى بلدان أخرى. يعني هذه مأساة حقيقية مركبة غير مسبوقة، يجري تكريسها في العراق بشكل واضح جدا لا تخطئه العين، أنه يراد لهذا البلد البقاء في هذه الدائرة المفرغة والاستمرار حتى يعني حتى النهاية حقيقة. ولا أحد له مصلحة في أن يستعيد العراق وضعه الطبيعي، وهذه مشكلة كبيرة بحد ذاتها، لأنه إذا نتحدث عن التغيرات الإقليمية والدولية، يعني اليوم المشكلة الكبيرة أنه لا توجد حكومات يعني تهتم بالبعد القومي على أقل تقدير. يعني هسه احنا يجب أن تكون هنالك اجتماع استراتيجي، وإن اختلفنا في بعض الأمور، يعني اليوم الخلاف بين أمريكا وإيران في العراق هو على قدر مقدار الحصة. يعني اليوم مسألة وقت أنه يبتلع العراق من هذا الطرف أو ذاك، إن لم يكن قد ابتلع أصلا. فهذا يعني الحقيقة العراق له دور، ودور كبير في المنطقة، يجب على الحكومات ويجب على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي الالتفات إلى هذا الموضوع والعودة به، ويعني لو شيء من وضع الطبيعي لإحقاق حالة من التوازن الإقليمي المقبول الذي يأخذ بالجميع إلى بر الأمان. لكن هذا الأمر غير موجود حقيقة، نعم يعني ولا غير ملموس على أقل تقدير. نعم دكتور. أستاذ أحمد العلواني، البعض يصف الأمم المتحدة في العراق بأنها هي نفسها الولايات، نفسها واشنطن، نفسها البيت الأبيض. ما تفعله بعثة الأمم المتحدة هو ما يتوافق مع المصلحة الأمريكية، أي بمعنى آخر البعض يقول بأن بلاس خارت كانت تحكم العراق ولكن من وراء حجاب أو من وراء جدار. يعني هذا الأمر كيف ينظر إليه الشارع العراقي الذي حاول مرة أن يغير النظام السياسي بسبب حالة الدمار النفسي والإحباط، ويرون أنهم لم يحصلوا على حقوقهم الوطنية والإنسانية، وخاصة ما جرى في ثورة تشرين؟ هل تتوقع أن يكون هناك ردة فعل ربما شعبية تجاه أي حالة فوضى ممكن أن تحصل؟ سيد الكريم، نعم، هنالك تناغم كبير ما بين أهداف الولايات المتحدة الأمريكية وأهداف بعثة اليونان بالعراق. يعني إحنا قبل فترة يعني جلسنا مع بلس خارت وشفناه كيف تتكلم وكأنما أحد أعضاء السلطة الحاكمة في العراق. حتى في ثورة تشرين ما شفنا لا رئيس وزراء لا وزير نزل للمتظاهرين، ذهبت بلس خارت للمتظاهرين وجلست مع المتظاهرين. نعم، غير انه دور البعثة اليونانية، ليش احنا نقول دور مهم بالنسبة للسلطة وليس للشعب؟ يعني العراق راد ينزلق الى حالة السودان في 2021،
لولا تدخل الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق مبعوث أكبر باراليف إلى العراق، وعن طريق بل إسخاف والضغط على الأحزاب السياسية المشاركة بالسلطة لتنفيذ لتنفيذ الأهداف المرسوم لها داخل العراق وتشكيل الحكومة. سيد الكريم، يعني بل إسخارت هي أو بعثة اليونان بالعراق خدمة النظام السياسي. اليوم خروجها من العراق، يعني آخر انتخابات راح تشرف عليها بتشكيل حكومة هي القادمة، وراح تكون يعني خلص، يعني بعدها العراق راح يكون إلى المجهول. إحنا اليوم ما عندنا أحزاب تعترف إلى الدستور أو تحتكم إلى الدستور، وإنما تحتكم إلى السلاح، تحتكم إلى التوافقية السياسية. يعني خلص، يعني انتهى موضوع اليوم بالعراق. ما يحكمنا الصندوق الانتخابي، يحكمنا السلطة والقوة والمال الفاسد والتوافقية الحزبية. لذلك النظام، يعني هذه مراكز البحوث والدراسات أثبتت أنه العراق بالوقت الحالي يشكل خطر على المنطقة، تستعمل أراضي لضرب دول الجوار. فشل العملية السياسية، يعني في السابق كان كثير من المعاهد الغربية تكتب عن موضوع العراق والتجربة الديمقراطية الناشئة بالعراق. بالوقت الحالي بدأت تكتب حول فشل التجربة الديمقراطية بالعراق وتحول العراق إلى حكم العوائل وحكم العصابات. هذه حقيقة. لذلك احنا يعني شارفنا على نهاية النظام السياسي في العراق. ممكن الدورة البرلمانية القادمة هي آخر دورة برلمانية في العراق، لكن بعدها راح نذهب إلى نوع من أنواع الصراع، وقد يكون العراق ليس بعيد عن التقسيم أو موضوع الأقلمة أو الفدرالة. كل طرف يحتمي بأحزاب السياسية وتكون خلف سلطة وتكون خلف دول تدعمه. هذا يعني أحد السيناريوهات المطروحة فعلا في العراق. بل إسخار أو أستاذ أحمد، هذا معناه أن من بيده السلاح بيده القرار وبيده القوة. الآن الميليشيات هي التي مسيطرة بشكل كامل على الوضع في العراق، سواء بالسلاح أو بالمال العراقي. من وجهة نظرك، هل نحن مقبلون على، يعني إن صح التعبير، على مثل ما جرى في عام 2006 و2007؟ نوعا ما مختلف. اليوم الميليشيات نعم هي تمتلك منقلبه على السلطه، منقلبه على رئيس الوزراء، تحمل السلاح، لكن هنالك فاعل دولي، هنالك ادوار لهذه الميليشيات. هذه الادوار اليوم خرجت عنها. لذلك اليوم المجتمع الدولي يفكر، يعني اليوم الفاعل الدولي يفكر بشكل جدي بان يكون هنالك حل لموضوع العراق. لكن كيف سوف يكون الحل؟ صراحة نعم، فيه نوع من أنواع الدموية، هنالك مشاجب للأسلحة داخل أحياء في بغداد. هذه المشاجب إن لم تخرج ولم يكن هنالك حدث معين داخل العراق، لن يتدخل المجتمع الدولي ولن يجرم هذه. بل إسخار جرمت، أو نقدر نقول بعثة اليونامي جرمت داعش والقاعدة، وتشكل تحالف دولي ضده. كنا احنا شاهدنا التحالف الدولي كيف تشكل ومن دعم ذلك. لكن بالوقت الحالي هي دعمت الجماعات المسلحة، حتى في تقاريرها ما كانت تشير إليهم كعصابات أو كمجرم حتى يجرمون في مجلس الأمن الدولي. لكن في المرحلة القادمة، ليش إحنا نقول إنه انسحاب بعثة اليونان في العراق؟ سوف تكون الحكومة العراقية وبكل مكوناتها وميليشياتها سوف تكون مواجهة مباشرة مع مجلس الأمن الدولي. العراق لا يمكن أن يستمر بهذا الصيغة. العراق لا يمكن. نعم، هناك أطراف رسمت مرحلة، كانت هناك مرحلة للتطرف والإرهاب، مرحلة لحكم الميليشيات. المرحلة القادمة سوف تكون مختلفة تماما، وهذا ما يحضر له، هذا ما يحضر له في العراق. لكن نحتاج مدة، قد تكون إلى يعني دورة برلمانية ثم دورة برلمانية ثم ينتهي الوضع في العراق. حتى إقرار الميزانية لمدة 3 سنوات لم يكن يعني بشيء يعني اعتباطا أو كذا، لا لا، كل الأمور مرسومة والتخطيط. الغرب يخطط لمدة أطول. انسحاب بعثة اليونان بالعراق هو راح تكون هذه الجماعات مكشوفة. نعم، هي تمتلك السلاح وتمتلك السلطة داخل العراق، لكن في المجتمع الدولي ممكن أن يشكل تحالف ضده. ممكن أن تكون هناك أطراف سياسية داخل العراق تدعم، أطراف سياسية داخل العراق تدعم ضد أطراف، وهذا أحد السيناريوهات الأخرى. شكرا جزيلا أستاذ أحمد العلواني، الكاتب والباحث السياسي
وشكرا جزيلا دكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين. نشكر لكم مشاهدينا الكرام طيب المتابعة، إلى اللقاء.